أحيانا الواحد يخطو خطوات ما يحسب حسابها. يعني الرجال مسلم شركة معتبرة وكلش كان بيسكر الأرضيات انتهى، لكن شك يعني طبيعة الحال مو بالضرورة أن المالك يعرف كل شيء في المباني ولا يكون مقاول، خلاص سلم ذا شركة ذات معرفة وذات مسؤولية في تخصصها، فالمفروض خلاص تنتقل المسؤولية عليهم. لكن اللي صار مثل ما نشوف سيفونات هنا كلها خطأ، كان فيها محول أيضا مندود الماسورة بشكل كامل إلى هنا، والماسورة كانت عكس. هذا رقم واحد، هذا الماسورة طبعا شفنا شوفوها هالحجم هذا وحاطها فوق، تعرفون الليفل كم بيرتفع. أيضا من الأمور التكييف كله 3/4 ونص كان كله أكواع. أيضا من الأمور طبعا بوريكم المذبحة هذه، اضطرينا نشيل دورات المياه كلها، شوفوا هذه كلها تكاليف إضافية وخسائر، يعني أخطاء بالجملة كانت موجودة. تم العلاج مثل ما نشوف هنا شيء عموما الانتباه التام في اختيار المقاولين واختيار العمالة، ولا تجعل العمالة مهما كانت الثقة أنها تعبث، يعني لازم يكون في رقيب أو مشرف أو أحد معين يراقب هالمواضيع.